وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده عندنا البطرمان ده، شايفين طبعا البطرمان ده مجرد ولا غطا ولا اي حاجه، فقلت خلاص احنا نعمله فكره مع بعض ونعمله اعاده تدوين. طيب هنعمل فكره ايه؟ هنشوف دلوقتي. هبدا بقى ان انا ايه، افتح البطرمان بالمكوه كده اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو، شايفين انت بس بتعلمي والمكوة ماشية مع الايه، شايفين اهو، عايزة اوريكم. والمكوة هتمشي طبعا ايه، تفتح لي البطرمان زي ما انا عايزة اهو، ماشية معاه واحدة بواحدة اهو، تمام كده اهو. وهاجي بقى عند هنا برضو، انا عايزة بس دي اطولها شوية عشان دي هتبقى القاعدة. هنعمل البطرمان ده ايه، هنعمله شكل البونبونيرة كده، ممكن يتحط فيه ملبس، ممكن يتحط فيه كحك بديفور، اي حاجة كده، هو يتحط على الترابيزة زي البونبونيرة كده. طيب انا اوريكم بقى ان انا بفتح اهو، هكملها وارجع لكم. وهنا طبعا الفكرة بتاعتنا بدأت توضح، اللي هي بقى دي القاعدة اهو، وهحط دي عليها بالمنظر ده اهي، شايفينها هتبقى شكلها طبعا شيك وجميل. وهثبتها اهو من هنا من تحت طبعا بمسدس الشمع بتاعنا، والمسدس عمال ينزل من غير ما المسه، لما لمسته مش عايز يجيب اهو. بصوا اهو ايه، بس اهو انا بحب اهم من الشغل نظبط الشغل. كانش عندي شمع، والولد قال لي خدي الشمع الصغير ده بيمشي بيه عادي على المسدس يعني، فانا سمعت كلامه بس لقيته مش حلو خالص الشمع الصغير ده. تمام كده اهو، هبدا بقى اهو، بحاول ان انا اوريها لكم اهو. طبعا هحط لها برده حاجات للتثبيت هنا، بس هي الفكره ان انت ايه، هنا بقى دي نزينها بقى ونعمل فيها الشغل اللي احنا عايزين نعمله. طبعا وسط البطرمان مش هسيبه كده، فقلت خلاص انا اهي هعمل منه تغليفه كده لشنطه اهي. بصوا ممكن من هنا او من هنا، هثبت بمسدس الشمع طبعا اهو، هلف بقى على القطعه اهو، ونزين بقى سوا زي ما احنا عايزين التزيين اللي احنا عايزينه اهو. بصوا كده، احاول ان انا ايه اثبتها اهي، تثبت كويس، واظبط برضو بالايه بالشمع كده. نعملها شنطة، نعملها سبت زي ما احنا عايزين اهو. هثبتها بالشمع اهو، تمام كده. هنعمل ايه بقى تاني؟ عايزه اوريكم حاجه عشان افصل المكوه دي لحسن بتحرق لي الايه بتاع القاعده دي. بصوا بقى، دي علبه فازلين اهي، علبه فازلين عاديه خالص، بس انا عايزه اعملها. بصوا لو احنا فتحناها كده اهو، هنعملها حصاله. دي احنا كنا مزينينها وعاملينها لبقرة المناديل، بس انا قلت هعملها حصالة، لاني فاكرين الحصالة اللي عملتها، اللي هي عملتها بقشر اللوز، طبعا عجبت الولاد قوي وعايزين زيها، فقلت لهم طب خلاص هنعمل واحدة تانية زيها. فقلت خلاص نفتحها زي ما انتوا شايفين كده اهو، زي ما هي، بس هنعدي ونوسعها شوية ونعدي بقى ايه، لو حطيتي 10 جنيه تعدي، لو حطيتي طبعا القماش بيتحرق معانا اهو، بس عشان تفتح وتبقى حلوه اهو. بصوا عشان عايزه اشيل بقى الفيشه بتاعتها اهو، انا قصدي ان انا اعملها كبيره عشان طبعا الحصاله، علبه الفازلين دي العلبه الام الكبيره، فطبعا ايه هتاخد فلوس كتير، فقلت خلاص نعملها بقى اهي. بقت حصاله ولا مش حصاله اهو؟ نبدأ بقى نشيل الايه الفيشة بتاعتنا
عشان خلاص كده دي مش عايزاها تاني اهي، نزلتها على البلاط تمام كده. هنبدأ بقى نشوف التزيين، العلبة الأساسية بتاعتنا اهي تمام كده. هبدأ بقى احدد انا عايزة الحرف هنا احط له كام قطعة. بصوا ممكن احط له قطعة عريضة كده عشان ازينها وما بينش خالص ان هي يعني ادخل من جوه ومن بره. ممكن بقى اعمل ايه، اقصها كده بالوش بقى عشان ما نقصش من التحت. هقص كده مثلا، نعد كده 2 4 6، نخليهم 6 اهو كده اهو، وابدا اقص مجوز عشان طبعا ايه انجز اهو. بصوا طبعا الاستراس ده بتقدري تجيبيه بالمتر، هتقدري تزيني كل حاجة انت عايزاها اهو. بصوا وتثبتي اهو، بصوا. ونيجي بقى بمسدس الشمع بتاعنا اهو، ابدأ ايه احط كده الشمع. انا عايزة اخلي التغليفة برا وجوه، يعني ايه يعني هخلي حرف يخش جوه اهو والحرف التاني يبقى معانا بره تمام كده اهو. شايفين اهي، بصوا من هنا اهي شكلها باين اهو. وابدأ بقى احط الحرف هنا وامشي عليه اهو. شايفين ادت شكل حلو قوي اهو. وهمشي بقى داير ما يدور كده على الايه الشكل بتاعنا اهو. انا مش عايزه ابين ان انا ايه قصه من هنا او حاجه، فانا بحط القطعه بتاعه الاسترس من جوه عشان ما بينش. وهندخل بقى فيها اي حاجه، مواكيك، بكر، ابر، ملبس، بونبونيره، كحك، اي حاجه ممكن تعمليها تحطيها فيها هتبقى شكلها حلو. ولو حبيتي برضو تقلبيها الناحيه الثانيه برضو شغاله ومش هتقول لا تمام كده اهو. بصوا حلوة قوي، من بطرمان قديم طبعا اغلبيتنا البطرمان لما لونه يغير كده اهو بتبقي عايزة خلاص بقى تتخلصي منه. فانت بقى في الحالة دي تقدري ايه تعملي منه فكرة طبعا تفيدك اهو، تفيد بيتك. ونبدأ بقى نقص ايه الزيادة بتاعتنا اهو. وهاجي بقى معاكم اهو اثبت هنا وامشي طبعا على الحرف كده اهو. بصوا لازقه بحديد، بصوا الحته دي بس عايزه اقويها اهو. شايفين؟ حد هيتخيل ابدا ان ده بطرمان قديم اهو. اهم من الشغل نظبط الاحراف الأخيرة اهي، اهم من الشغل ظبط الشغل تمام كده. هاجي بقى برضو هنا، شايفين القطعة دي عايزة برضو، بصوا لو انا حطيت دي هتبقى قليلة، ممكن اقيس معاها اهو كده، هاخد لحد هنا اهو شايفين. بقص بقى الكمية او المساحة اللي انا عايزاها او محتاجاها بطريقة سهلة اهو. شايفين؟ وبتقص بطريقة سهلة، وفي نفس الوقت تقدري كمان تخيطي على المكنة لو انت بتركبي في هدوم او حاجة بيتخيط على المكنة بيبقى سهل جدا. وفي منه كذا نوع، انا لما رحت العتبة كنت شارية الرول على بعض تمام كده.
هاجي بقى عند دي البدايه والنهايه بتاعت الايه القطعه اللي فوق، فهاجي من عندها كده واروح واخده الجزئيه دي اهو، شايفين اهي؟ بصوا شكلها هتبقى شكل حاجه حلوه جدا. انا عاجبني الخرفشه اللي في البطرمان، يعني بصوا كانت عجباني جدا، وعشان كده انا قلت هعمل البطرمان ده بالطريقه دي عشان عاجبني الشكل المزخرف بصوا بتاع المضلع ده اهو، عاجبني جدا اهو. وهمشي بقى مع الشكل بتاعنا كده، مني بثبته ومني في نفس الوقت بجمله. بس بصوا خرب، عايز الشمع بكسرة بقى، يظهر انا اضغط عليه فرح خير. لا بس انا كنت هثبت برضو، مش نافع كده، لازم اهم من الشغل نظبط الشغل جيد جدا. وهستنى عليه الفينش، لازم يكون جامد، يعني بيجينا عيال بتكسر الحديد. بصوا اهو، واجي بقى هنا اهو، عايزه الرقبه تبقى ماشيه مع الرقبه اللي راحه ليها، اهم من الشغل ظبط الشغل، تمام كده اهو. واثبت طبعا القطعه الاخيره دي، لازم بتثبت من هنا ومن هنا اهو. شايفين؟ حد هيصدق ان ده بطرمان قديم؟ اكيد طبعا لا. اهو شايفين؟ واثبت برضو الحته دي، مش عارفه ليه حسها مهزوزه بس لقيتها جامده اهو. هاجي بقى البطرمان من تحت بقى، عايزه برضو اعمل له ايه طبقه، بس هعملها مش كبيره قوي يعني كده، مش هعملها عريضه قوي، او ممكن اسيب دي واخد قطع على بعضها. هقسم دي عبارة عن جزئين كده، ممكن اخد اربع اضلاع اهو، اربعة همشي بقى معاهم بالمجوز. بصوا اهو، اهم من الشغل نظبط الشغل اهو. بصوا اضلاع من الايه، من الحرف بتاعنا، واوريكم برضو ده بقى مش محتاج ان انا احط الايه الشمع من جوه، ده محتاج ان انا اعمله من بره كده عادي. بصوا واثبت هنا اهو، بصوا الشكل، بطرمان قديم كان هيترمي اهو، عملنا منه البونبونيره الجميله دي اهي. يا اللي بقى اللي هيندم بقى، اللي ياما رمى بطرمانات اهو. بصوا ويجي بقى هنا اهو، بصوا اهم من الشغل ظبط الشغل اهو، ويجي كده اهو، تمام كده. رأيكم بقى في البطرمان بتاعنا، حد هيصدق ان ده بطرمان؟ اكيد طبعا لا. بصوا بصوا، عايزاه من الناحيه دي ماشي، عايزاه من الناحيه دي مش هيقول لا، الناحيتين بتوعنا ونقدر نحط هنا، ده هياخد اكتر اهو، شغاله من هنا او من هنا، الاتنين شغالين تمام كده. هنيجي بقى للقطعه اللي في النص من البطرمان، انا دلوقتي رحت حاطه عليها ايه، بصوا اهو، هبدا بقى ان انا اقص الزياده دي اهي من الشنطه بتاعتنا اللي احنا عملناها من البطرمان اهو. تمام كده، بصوا شكل اهي، شكلها جميل جدا. ممكن بقى اغلف منها وممكن اغلف من ده،
هنغلف منها ازاي ونغلف من ده ازاي، هنشوف كده دلوقتي. ممكن اخد جزء من هنا او ممكن اخد من هنا. بصوا لو انا خدت قطعه كده مشيت بيها للاخر اهو، هاجي بقى عند الحرف هنا واحاول ان انا ايه اطلع بيها اهو. على حرف الشنطة اللي احنا بنعملها اهو، شايفين تغليف سهل وبسيط ما فيهاش اي حاجة. احنا بس عشان الفكرة ان احنا ما نرميش بقية البطرمون، لا احنا هنشغله. ممكن تعمليه فكرة لايه حاجة تحتاجيها، مثلا تحطي فيها جراب للرمود او اي حاجة، هوريكم هنخترع لها اي اختراع. المهم ان احنا ما نرميش بقية البطرمون، تمام كده اهو. بصوا هاجي بقى عند الحتة دي، بص كده انا مش عايزة القطعة دي صغننة اهو، شايفين ثبتنا الشنطة ازاي اهو. هاجي برضو اجيب قطعة تانية اهو عشان اكمل بقية الحرف بتاعنا من الشنطة اهو. هاجي بقى احط الحرف اهي، هحط الحرف ده على الحرف ده اهو كده، وانزل بالشمع بتاعنا اهو، ويجي كده اهو واثبت ده كده اهو، شايفين. وهاجي عند القطعة دي واثبت برضو اهو، واديها شمع اهو. ايه رايكم؟ اهي شايفين بقت شكلها طبعا مختلف تماما. ممكن برضو اجيب للحرف ده اهو، شايفين هتبقى برضو شكلها شيك اهو. وكل ده من بطرمان قديم كان هيترمي، قدرنا نعمل منه ابتكار اهو سهل وبسيط جدا، وتقدري تعمليه مش هياخد منك اي حاجة اهو، مفيش مخدش مني اي وقت. هقص برضو تاني قطعة تاني اهو، هثبت اهي انا برضو بجيب، بحاول ان انا ايه اجيب القصايص اللي هي يعني كده كده مقصوصة اهو. وهاجي هنا اثبت الحرف ده اهو، وهنزل عليه بالحرف التاني ده اهو، بصوا اهو، وهثبت الحرف برضو معانا اهو. عايزه تعمليه كنز عندك كده شويه ماشي، عايزه تعمليه عريض تغلفي بيه الشنطه من بره ومن جوه مفيش مشكله اهو. طبعا لو بنوتك عملت لها الشنطه دي هتبقى فرحانه بيها جدا. طبعا شنطه من عمايل ايد ماما، مش هتعرف ان دي كانت بطرمان مخلل اهو. بصوا هنيجي بقى كمان، هاخد بقى القطعة اللي انا عايزاها بقى الايه، بصوا هقول لكم على الفكرة اللي انا عايزاها اهو. دي بقى هعملها الايدين بتاعت الشنطة وممكن اعملها يعني ارفع من كده شوية. بصوا لو انا عملتها كده
بتاعة الشنطة كده، لو انا قسمت دي اتنين هتبقى بالمنظر ده، هتبقى حاسة ان ايديها هتبقى صغيرة شوية. ممكن اخد قطعة منها عشان احط لها لزقة كوتشي. بصوا لو انا عملت لها كده القفلة اهي، وهخليها بقى بلزقة كوتشي كده عشان تقفل مثلا، وهاجي بقى عند الحراك من هنا اعملها كده، دي ايد الشنطة. وممكن برضو بعد التغليف مثلا، هديكم مثال كده، عايزيني حطيت لزقة الكوتشي هنا انا هجيبها مثلا اهي، لو عملتها بالايد كده اهي، وممكن الايد التانية. بصوا هقول لكم على الفكرة اللي انا عايزاها، انا مش عايزة الايد كبيرة قوي كده، ممكن اقسم دي اتنين وابدأ بقى ان انا ايه اغلف الايد من هنا، تمسك كده ومن هنا برضو تمسك. بصوا اهي ايدي اللي لزقت اهو، بصوا وابدأ برضو احط هنا الشمع بتاعنا، وهنا الايد برضو بتاعتنا مثبت اهو. بصوا شنطة دي ولا مش شنطة اهو. وهاجي بقى على القطع بقى اللي هي الصغننة دي احاول اخد طبقتين بس. بصوا لو انا خدت طبقتين كده بس، عايزه ايه اوريكم بس الفكره بتاعتنا، ان تقدري تعملي وتصممي حاجات حلوه لبيتك ولولادك، وهتتماشى معاكي بالذوق بتاعك اهو كده. بصوا ممكن تعملي شنطة العيد لبنتك بطريقة سهلة، وتعمليها لون اللبس او لون الطقم اللي انت جايبه لها اهو. لسه هقوم برضو اجيب لزقة الكوتشي، انا بحب الحاجة تتعمل صح اهو. بصوا اخد اتنين كده اهو بطول المتر اللي معايا اهو، اتنين. بصوا فكرتهم بسيطة وسهلة، وبيتقص بطريقة سهلة جدا، وبتخيط على المكنة كمان اهو. بصوا مخدش مني اي وقت أهو. تمام كده. هاجي بقى طبعا انا ماشية اهو، هاجي برضو من عند الخط اللي انا ماشية بيه ده اهو، اجيب الايه الشنطة معايا اهو. بصوا اهم طبعا من الشغل ان احنا نظبط الشغل ويتقابل مع بعض. بصوا اهو كده كده شنطة شيك، ذوقها جميل، رقيقة اهو، تنفع لبنوتك، تنفع ليكي لو انت عايزة تعمليها على شكل بوك كده تخرجي بيه، انت حرة اهو. والزق بقى الحرف ده اهو، شايفين شكل الشنطة؟ ممكن برضو احط هنا فوق، ممكن احط لزقة الكوتشي هنا، اخلي دي كده تبقى ايه متحركة عشان لما افتحها واحط لزقة الكوتشي، ويجي برضو عند الحرف ده. هبعد بقى عند الحتة اللي انا ايه هحط فيها اللزقة، وهاجي احط كده، شايفين طبعا اديت شكل جمالي حلو جدا اهو اهو. بصوا
شكلي ما كانش حد. وممكن احط برضو على الحرف برضو بتاع الحزام هنا، هيدي شكل حلو جدا. وهنا زي ما انتوا شايفين بقى اهو، لزقة الكوتشي جبتها اهي، وهبدأ ان انا احط الايه وتبت عليها قوي. بصوا عشان طبعا تلزق كويس جدا، دي شمع على قد ما تاخد وزيادة، بثبتها جدا جدا. وهاجي بقى عند القطعة التانية اللي فوق دي اهو، بصوا هتبقى مقابلة ليها، والزق هنا اهي. بصوا هحط اللزقة على لزقة الكوتشي اهو، واثبتها طبعا اهو. طبعا هتيجي بقى عليها كده اهو، بس انا مش عايزة اشد قوي عشان ايه هي لسه طرية تلزق في ايدي اهو. واجي بقى اقفل الشنطة بتاعتي كده اهي اهي. بصوا عملنا الشنطة، وعملنا هنشوف بقى هنحط فيها ايه وهنزينها ازاي. انا عندي وردات، بصوا عندي وردات كده معقولة لسه ما فتحتوش اهو. بصوا الوردات دي بقى هتبقى حلوة فيها، تدي شكل حلو اهو. بصوا هبدأ بقى ان انا ايه الزق الوردات دي عليها من بره كده اهي. بصوا عايزة بونبونيرة برضو، وتشتغل من هنا ومن هنا. بصوا محدش بقى يتخيل ابدا ابدا ان ده بطرمان الايه المخلل اللي كان عندنا. بصوا وهدي برضو عند القطعة دي كده اهي. ويجي برضو هنا، بصوا شكل القطعة ادي شكل جمالي جميل جدا. وكل ده من حاجات وامكانيات بسيطة جدا عندنا في البيت، وطبعا ممكن يعني نرميها وما نستغلهاش، وممكن تستغليها وتقدري تستفيدي بيها على قد ما انت عايزة وعلى قد افكارك ما هتجيب. واحنا بنساعد بعض بقى، اللي عنده فكرة حلوة بيقولها. بصوا شكلها يعني بجد انا شايفاها في الكاميرا، الكاميرا ظلمة. بصوا ادي الشنطة، طبعا لزقة الكوتشي انا ما صبرتش عليها لما تلزق من تحت كويس. بصوا اهو عليها تاني، بس مش هلزقهم دلوقتي في بعض، خليها تنشف شويه اهي. تمام كده. هاجي بقى عند الحصاله، انا عايزه الحصاله دي بقى ايه تبقى ما بتتفتحش، فانا هعمل فيها ايه، هجيب بقى الايه طبعا اللي لونها بقى، طبعا مش هحط لون على لون بقى، هبدا اجيب اللي لونها اهو وابدا احطه واثبته هنا اهو. هما كانوا طالبين مني حصالة بقشر اللوز برضو، فانا هحاول بقى ان انا ايه اعملها لكم كده على طول كده، هي متزينة وهعملها لهم برضو هما بقشر اللوز عشان كانت عاجباهم قوي. بس انا بحاول ان انا اثبتها كده عشان ما يقدروش يفتحوا البطرمان بتاعنا اللي هو بتاع الفازلين للشعر اهو. قدرنا نعمل له اعادة تدوير ونعمله حصالة لولادنا، نستفاد بالايه بالحاجات اللي هتترمي. شايفين فكرة بسيطة جدا وسهلة ما فيهاش اي حاجة، وممكن تغلفيها اصلا بالايه بالخامة اللي هي الجليتور دي، مش هتقول لا. يبقى احنا كده عملنا من البطرمان بومبونيرة، وعملنا كمان شنطة، وطبعا من علبة الفازلين عملنا الايه الفكرة ديت اللي هي فيها الحصالة اهو، وثبتها اهو. عايزة بقى ازين هنا، ماشي. عايزة احط الايه قشر الفستق ده، هنشوف بقى هنعمل ايه. وهنا بقى زي ما انتم شايفين انا بحاول ان انا ايه امشي مع الشمع، وقعت برضو اهو. انا حطيت بقى الشمع، هاجي بقى عند القطعة دي
اثبت كده اهو عشان ابين ان ده ايه بق الحصاله، وهاجي برضو اخد كسره كده اهو عشان تلحم مع الجزء التاني اهو. بصوا كانها كده فعلا هي معموله ليها. وطبعا عشان هم طلبوا مني حصاله بقشر الفستق، انا ما لقيتش الا القشره دي مش عارفه الفستق راح فين اهو، لا لقيته قشر ولا لقيته فستق، فهحط لهم واحده كده عشان ايه ما يزعلوش. تمام كده، هنا بقى سبت اهي بقت حديده خلاص بقى جامد اهي. احط لها ممكن احط لها ورده كده عشان تبقى شكل ديكوري، ورده كده الحرف بتاعها فكك من بعضه خلاص. احنا عايزين قلنا دي وشها عشان بقى البنوت هتعرف سواء كارما او نزار ان ده وش الشنطه، فهحط لها الايه المقدمه بتاعت الشنطه بالمنظر ده. بصوا بقى ممكن انتوا تزينوا تحطوا بقى حاجات كده حاجات كده اللي انتوا عايزينه. الفكره بس اللي انا عايزه اوصلها ان انت تقدري تعملي من البطرمان الفكره دي او الفكره دي او البطرمان الفازلين بتاع الشعر اهو. بصوا عملته حصاله، وطبعا كنت الاول عاملاها للبكرة المناديل وحبيت اعمل لها اعادة تدوير لما بكرة المناديل خلصت، قلت خلاص نعمل اعادة تدوير من تاني. تمام كده، وادي الافكار بتاعتنا الشنطة من البطرمان اهو. يبقى كده ده البطرمان بتاعنا، قدرت اعمل منه الشنطة واعمل منه البونبونيرة الجميلة دي. ممكن نحط فيها على فكرة حاجات كتير، ممكن نحط فيها ملبس بونبوني اي حاجة هوريكو برضو. هنا بقى زي ما انتم شايفين اهو جبت الملبس والبونبوني كله مع بعض اهو حطيته فيها بقيت بالمنظر ده شايفين. يبقى احنا كده استغليناها اهو، خلي الكيس هنا. لقيت برضو الوردتين دول كده قدامي فقلت ممكن برضو نستغلهم ونعملهم في الشنطة، هيبدو شكل حلو كده وكارما تبقى عارفة ان ده وش الشنطة. تمام كده اهو، بصوا بصوا الوردة ظبطت شكل الشنطة خالص اهي شايفين، شنطة بقت جميلة اهي. ممكن تعمليها اصلا ليكي اهو او لبنوتك او لحفيدتك. وادي طبعا البونبونيرة بتاعتنا اهي بالمنظر الجميل ده مع الشنطة، وادي طبعا الحصاله لو بدور على فكه هنا دلوقتي عشان احط لكم فيها. وادي البونبونيره بتاعتنا والملبس بقى. بصوا انا بحب الملبس الكولا ده اهو. ايه رايكم بقى في فكره البطرمان اللي عملنا منه الافكار الحلوه دي؟ اتمنى افكاري تعجبكم وتجربوها وتشتركوا معايا في القناه، تنوروني على راسي. اجمل اخوات واجمل اهل، احبكم في الله. أشوفكم بخير في الفيديو القادم، إلى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.